فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قل من يفهم الشيخ التوسط بين التحذير من الطغيان عند الغناء وفوائد الفقر، يفهم أنه لا نطلب معاشا ولا رزقا، نقعد وندع العمل. قلتم لنا ذلك وأخذ الكفار الدنيا وقعدنا نحن في المؤخرة. ما قلنا يقعدون، لكن نقول إن الفقير لا يكون فيه مثل ما في الغني من الطغيان. نعم. ولم نقل إنه لا يطلب الرزق، يطلب الرزق، الله أمر بطلب الرزق، ولكن هذا من باب المقارنة بين الغنى والفقر، بين الغنى والفقر، لا من باب أننا نحث على ترك طلب الرزق وعلى ترك العمل للدنيا، لأن العمل لدنيانا بأن نعمل ما يغنينا عن الناس وعن الدول هذا أمر مطلوب، هذا المقصود.